مستقبل بلف الصحراء في ظل المقترح المغربي ديال الحكم الذاتي. كيف ترون مستقبل هذا الملف هذا الذي عمر لسنوات طويلة وإلى حدود الآن لم يوجد له حل، رغم أن المبادرة المغربية تحظى بدعم وتأييد وطني ودولي كبير جدا؟ المبادرة ديال المملكة المغربية هي جات علينا احنا الصحراويين، من عنه جلالة الملك في مارس 2006 عين الكوركاس استشارية خاصة مع جلالة الملك، وفوتنا سنتين نخدمه على حلول كانت فيها مصالحة. دار جلالة الملك العفو على الناس انطلقوا، دار المجلس الاستشاري أوصى بالحريات وكل شيء وذا وافق عليه جلالة الملك كله. من فوتنا سنتين اخترنا شفنا كنا هذا المجلس فيه النساء فيه الرجال فيه الشباب فيه اللي كانوا محبوسين في مجونة فيه العايدين فيه شيوخ القبائل، مثل عنه مجلس متخلط من جميع الناس، فيه الناس اللي هما بوليزاريو ميت ماشيين كانوا بوليزاريو وجاو جالسين، واللي تبيننا ولصالحنا احنا كالصحراء انه حكم ذاتي تحت سيادة للمملكة المغربية، ووافقنا بالجميع على ذا الحكم بالتصويت واحد بواحد على الحكم الذاتي، ووافق عليه جلالة الملك. ومشات الحكومة طرحته في دول، مشى الكوركاس معهم طرح في جميع الدول الكبرى الخمسة، في دائما مجلس الأمن والعالم بأسره كامل، والأقلبية موافقة عليه. الأقلبية مقترح المغرب جاء بذاك الشكل الرفيع، مقترح المغرب على خلال نحن الصحراويين اللي اقترحنا، احنا الصحراويين اللي اقترحنا، المغاربة الصحراويين اللي اقترحنا الحكم على جلالة الملك. طبعا دابا يخص تطبيقه، وما كاين شي غير الحكم الذاتي. احنا كصحراويين بيعتنا لجلالة الملك لا نقاش فيها، وده نقوله لاخوتنا البوليزاريو هم اخوتنا اولاد عمنا وعائلاتنا وكل شيء، ما لنا ناكرينها، ما لنا ناكرينها ولا لنا اللي نكروها، ولكن الفكر اللي عندهم احنا هم ما لنا متفقين عليه. طيب شنو نقط الاختلاف؟ نقط الاختلاف هما باقيين جمهورية صحراوية وإحنا باقيين حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، نضع أنه إحنا جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، هذه هي نقطة الخلاف. وهذا راه كان واقع في المغرب، المغرب راه كانت فيه مجموعة اللي كانت معارضة الملك باقي جمهورية، منها نيت رئيس الحكومة عبد الرحمن اليوسفي اللي راه جا وعرف عنده ما صالح وعن راه المغرب ما يمكن له يعود فيه جمهورية كيخصو يكون لا مملكة، وجاء وعاد رئيس حكومة. حتى احنا خوتنا قدو يدخلوا الانتخابات معنا وينجحوا ويسيروا عاديين وطبيعيين. نعم، لكن المفاوضات دائما يعني تقف أمام باب مسدود، المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو، والمغرب يعتبر الجزائر طرف المشكل، الجزائر تقول بأنها لا علاقة للمشكل، الوقائع على الأرض تثبت بأن التدخل الجزائري أصبح لا يخفى على صغير وعلى كبير في هذا الملف. يعني كيف ترون مستقبل ملف الصحراء المغربية؟ أنا الجزائر لا نقاش فيها، تدخلها لا نقاش فيها، نضع البوليزاريو وفرض الجزائر هم المتحكمين الجزائر، والجزائر احنا دولة جارتنا، ولكن ما نتمناو منهم خير منهم لا يديروا شي حاجة، ودائما اللي يتم ضدك سياني طاح البترول وسياني ما طاح، واللي يتم دائما مشجعين الناس ديال البوليزاريو ضد المغرب ده حسد، والحسد ما يقدر يتحيد. ملي تمشي لشوارع الجزائر ما تشوف الدلاع والخضره ولا كباش معرنين، رغم القناة اللي عندهم دوله بتروليه وغازيه، ولكن الحمد لله احنا بركه الاولياء وبركه جلاله الملك الخير اعطاها الله في المملكه المغربيه. اذا حسد حاسد الجزائر الجزائر حاسد المملكه المغربيه على ذا الشيء، ولكن راه من 63، راه ماشي من ضريك، راه من 63 نضع عنه جميع الصحراويين راه كانوا كلهم جيش التحرير، لا نساء ولا رجال، ويكافحوا على شراء، ما يدوروا الخدمة ولا يدوروا الفلوس،
يكافحوا عن المملكة المغربية. نضع أنه المغرب كان ما هو مملكة، راه ما يعود حتى تعود كل العمالة دولة واحدة. الرابط ديالنا هو أمير المؤمنين جلالة الملك، هو أمير المؤمنين، هو الرابط بين جميع المقارب، وهو الوحيد اللي عليه الإجماع. لهذا أنا نقول عن ملف الصحراء، باش نكون واضحين ونكون صراحين مع ما نكذبوا على روسنا، يخص الحكم الذاتي يطبق، وتوفى الأخبار اللي بغى يجي واللي بغى ما يجي شغله، يعني ولكن دوليا يتوفى الأخبار، ومحليا هما اللي يتوفى نعم نعود رغم عنها وافية. طيب راديو بلس، بلس كون راديو.